بالنسبه للفوليوم الحقيقه يعني في اختلافات، اي اختلاف في البريشر، اي اختلاف في الهيوميديتي، اي اختلاف في التمبرشر بيغير لي بعض الحاجات اللي علاقه بالفوليوم ميجرمنتس. طبعا احنا عندنا الجاس لو اللي هو اليونيفرسال جاس لو بيقول لنا البريشر تايمز الفوليوم بيساوي ان، ودي تعتبر واحده من الكونستنتس في ار في تي. فبنتكلم على بيسك ان وار يعتبر كونستنتس، بنتكلم على الفوليوم والبريشر يعني والتمبرشر هما بيتغيروا مع بعض. بنفرق بين حاجتين في الميكانيكال فنتليتورز. في عندنا القياسات بتاعتنا ممكن تبقى عند حاجه اسمها اي تي بي دي اللي هي امبيانت تمبرشر اند بريشر دراي، اللي هي بنتكلم عليها دي في الفنتليتور سايد. فبيسكلي الفنتليتور سايد ميجرمنتس بنسميها اي تي بي دي. بالنسبه للحاجه اللي هي داخل البيشنت اللي هي الاكشوال فاليوز اللي البيشنت بيحس بيها، هي حاجه بنسميها البادي تمبرشر اند بريشر ساتوريتي بي تي بي اس، اوكي، بيشنت اكشوال فاليوز. على سبيل المثال الاختلافات مثلا في حاجه زي التمبرشر، لما بتكلم مثلا على البادي تمبرشر في الافريج بيبقى او يعني في النورمال بيرسون بيبقى حوالي 37 ديجري سنتيجريد. طبعا لما يكون في شخص مثلا زي الكوفيد 19 بيبقى درجه الحراره بتاعته اعلى من كده كمان بزياده. الاي تي بي اس لما بنتكلم على درجه حراره داخل الفنتليتور، بنتكلم لو هي محطوطه في اير كونديشن روم ولا حاجه بيبقى عاده درجه الحراره ممكن تبقى 22 درجه. لو احنا حطينا الكلام ده في الايكويجن هي بي في بتساوي ان ار تي، وشفنا الفروقات في الفوليوم بالنسبه للبي تي بي اس بالنسبه للفوليوم في درجه الحراره اللي هي الامبيانت، وخلينا كمان الاثنين ساتوريتد عشان ما يبقاش في اختلاف نتيجه للهيوميديتي. ساتوريتد معناها ان بنتكلم على الهيوميديتي، دراي معناها ان هي ما فيهاش اي هيوميديتي خالص، ساتوريتد معناها الهيوميديتي 100%. فلو بس شفنا الفرق في درجه الحراره هنلاقي ان احنا الفوليوم بتاعنا في البادي تمبرتشر بيبقى 1.05، يعني في زياده 5% وده يعتبر سيجنيفيكانت الحقيقه، يعني اكتر من الفوليوم اللي الجهاز الفنتليتور بيقيسه. فده الكلام ده لازم يتاخد في الاعتبار عشان نبقى عارفين الاكشوال فاليوز اللي البيشنت بيحس بيها بتبقى عباره عن ايه. بالنسبه للهيوميديتي سواء اذا كانت دراي او ساتوريتد او اذا كانت اي قيمه في النص، هي بتفرق معانا في البارشال بريشرز، وبالتالي بنتكلم فيها على نسب الغازات اللي موجوده عندنا بتساوي كام. طبعا نسبه الغاز اللي تهمنا اكتر طبعا هي نسبه غاز الاكسجين. فنتكلم مثلا على لما بنتكلم على ال 100% saturation، بنتكلم على ان البارشال بريشر بتاع البخار الميه بتبقى حوالي 47 ملم مركري عند 37 درجه، وده بنتكلم عليه حوالي 6.2% بالفوليوم. وبالتالي بنتكلم على يعني بيسكلي بنتكلم على ان يعني بنتكلم على بارامتريك بريشر، بنتكلم على بارشال بريشر هو يعني بيسكلي بنتكلم بارامتريك بريشر هو 760 ملم مركب. لو احنا بنتكلم على الوضع ده زي ما هو كده، معنى كده ان جميع غازات التنفس يعني الاير كومبوننتس كلها، يعني الهواء اللي هو فيه اكسجين ونيتروجين والسي او 2 والكلام ده كله، بيبقى basically 93.8% by volume في الهواء اللي داخل البيشن، لان في عندنا جزء اللي هو 6.2% دوت ده occupied by المويشر اللي داخل من خلال الايه الهيوميديتي اللي موجوده. وبالتالي لما باجي اشوف نسبه الاكسجين الفعليه اللي داخله، بتكلم دلوقتي على بدل ما هي 21% تبقى 19.7%. وطبعا البارشل بريشر برضه بيبقى اقل نتيجه لكده اللي هي بتبقى 150 ملم مركب. فبالتالي بنتكلم على من المهم ان احنا نبقى عارفين التغيرات اللي بتحصل نتيجه للهيوميديتي، بسبب ان هي كمان بتاثر لنا على نسبه الاكسجين الحقيقيه اللي البيشنت بيحس بيها. هي في فروقات صغيره، يعني 19.7% مش بعيده قوي عن 21%، بس اكشولي يعني احنا بنتكلم دلوقتي على مريض وبنتكلم على جهاز طبي، فلازم كل حاجه تبقى في غايه الدقه، لازم نبقى عارفين بالظبط الحاجه اللي رايحه للمريض قد ايه. فبالتالي بيهمنا ان احنا نبقى عارفين الحاجات دي كلها. فبالتالي بالنسبه للفوليوم ميجرمنتس لازم ناخد في اعتبارنا درجه الحراره، ولو في عندنا بريشر تشينجز برضو ممكن تغير لنا الفوليوم فلو ريت، ولو في عندنا هيوميديتي تشينجز هتغير لنا نسب المكونات اللي موجوده في الميكشر اللي رايح للمريض.